انت ما وقفتش عند مرحلة الشيخ ياسين، انت بتعمل حاجات يعني بسمع لك حاجات مختلفة. مع احترامي لجميع اخواننا المنشدين، الشيخ ياسين التهامي حالة فريدة. اكيد طبعا طبعا، مهما احنا او من اخواننا المنشدين يعني يجددوا في الانشاد، بس الشيخ ياسين عامل زي الشمس لما بتطلع كده، لما بتطلع بتخفي كل اللي جنبها، كل اللي حواليه. انت كمان عملت، بس يعني طورت، عملت الحان جديده مختلفه بفضل الله، استخدمت الخماسي. الافكار دي بتحضر لها، بتعملها ازاي، بتفكر فيها ازاي؟ هي بتبقى وليده اللحظه. يعني ربنا اكرمنا باول قصيده اللي هي ليش بتلوم يا خالد. كنت في حفله من ليالي مولد حضره النبي عليه الصلاه والسلام، فوانا بمدح ربنا الهمني بأول البيت بتاع الشعر اللي هو ليش بتلومني يا خالي، ليش أنا من غير مدح النبي والله ما عيش. فبالليل على طول بعد ما خلصت الحفلة بعدت المطلع البيت عشان ما نسهوش، واللحن نفسه وأنا على المسرح طلعت التلفون سجلت اللحن، ربنا بعتها إلهام بلحنها الحمد لله. كمل الشعر سبحان الله كأننا كان الإلهام واحد الحمد لله، يعني كأننا اللي قلتها وكأنه هو اللي جاي لها. ليش بتلومني على المحبة، ذاكرة عالسبحة حبة حبة، ليش بتلومني على المحبة، ذاكرة عالسبحة حبة حبة، ده عشق النبي ماله أطباء، حب النبي ماله أطباء، طاير في الحضرة بغير ريش. بتحس بإيه على المسرح؟ يعني ايه الحاله اللي بتتملكك وانت وسط الجمهور والناس حواليك، واللي بيسكر واللي عايز يقطع هدومك، ايه الحاله دي؟ احكي لي عنها دي. والله هي يعني الحالات دي لا تحكى بل هي بتحس، فانا يعني اعوذ بكلمه انا بحسها والاحباب يحسوها، بل يعني انا ممكن لو قلت حاجه ما يعني، بس هو يعني في داخله هو اللي بيقول كده. انا بحس بحضره النبي عليه الصلاه والسلام. عند مدح الحبيب القلب يخفق والعين تزرف، عندما نمدح الحبيب فكل